يحتفظ مسلسل حبيبتي من تكون بمركزه الثاني على مخطط TRP. في الآونة الأخيرة شهدت أحداث المسلسل التلفزيوني حبيبتي من تكون تطورا في الشخصيات نيل باهات وعائشة سينغ وإشواريا شارما، حيث طلبت باك هي من ساي علاج فينياك. من ناحية أخرى فيرات وجافان غاضبون جدا من قرار باك هي. المعجبون غير سعداء لأن المخرج يعرض الكثير من التناقضات في حياة ساي، بينما يظهر أن باك هي وفيرات على أنهما مترابطان في العرض. والآن وسط كل هذا هناك ضجة كبيرة على أن راهول سودهير من مسلسل العميلة السرية سينضم إلى المسلسل قريبا. وإجابة عن أكثر سؤال مطروح، وهو هل سينضم راهول سودهير إلى مسلسل حبيبتي من تكون؟ حسنا، كانت هناك مؤخرا ضجة منتشرة حول البطل مسلسل العميلة السرية، مفادها دخول راهول سودهير إلى مسلسل الهندي حبيبتي من تكون، أو كما يسمى في الهند الحب الضائع. بالمقابل لوحظ على وسائل التواصل الاجتماعي أن المعجبين يطالبون ببطولة جديدة بجانب الممثلة الهندية عائشة سينغ بعد رؤية التحول السلبي لشخصية فيرات الذي يجسدها الممثل نيل باهات. للمعلومة فقد تطرقنا من قبل في قناتنا دراما هندي تجمعنا حول هذا الخبر، موضحين أنه حتى الآن لا يوجد أي تصريح رسمي من أي جهة رسمية وخاصة من طرف راهول سودهير. يبدو أن دخول راهول سودهير إلى المسلسل أشبه بإشاعة تدخل في خانة طلبات عشاق مسلسل الهندي حبيبتي من تكون. ترقبوا المزيد من الأخبار حول مسلسلاتكم المفضلة على قناتنا دراما هندي تجمع الفيديو. اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس لتتوصلوا بجديد الأخبار والمعلومات عن مسلسلات الهندية ونجومها، واعملوا لايك للفيديو، وكلمة شكر منكم تكفيني.